On radio, online and mobile, you're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Arabic. أنتم تستمعون إلى راديو SBS البرنامج العربي. مرحبا إلى كل مستمعي SBS في أستراليا وفي العالم العربي. أشرف بزناني فنان مغربي من مولد مدينة مراكش وسط المغرب. بدأت حياتي الفنية رسما وفنانا تشكيليا، كان ذلك سنة 1994 حين أحرزت الجائزة الثانية وطنيا في مسابقة للرسم والفن التشكيلي. تولت المشاركات في المسابقات ولي الجوائز، طبعا مسابقات خاصة بالرسم والفن التشكيلي، لأنني وجدت قيودا تقيد أناملي كما تقيد الرسومات التي أبدع، فقد كنت أريدها تتحرك وتتكلم، وسرعان ما اجتذبني فن السينما. وجدت فيه المتعة. بدأت بفيلم قصير اسمه مسيرة سنة 2006. الفيلم تجريبي من 3 دقائق تقريبا، يحكي مسيرة طفل في صراعه مع الأمية. الفيلم الذي نال الجائزة الكبرى في المهرجان الدولي لفيلم التربوي القصير بمدينة الدار البيضاء بعد تنافسية مع 50 فيلما، يعني هذه جائزة أعتبرها أول جائزة دولية أحرزها في مجال السينما بعد جائزة في الفن التشكيلي. أنتجت فيلما قصيرا ثانيا بعنوان مهاجر من إخراجي وتصويري، فيلم تجريبي من 7 دقائق يحكي عن معاناة مهاجر بين الغربة والحنين إلى الوطن الأم. كان فيلما للهواة لكنه حمل أفكار محترفين على الرغم من تصويره بمعدات بسيطة جنوب المغرب. أحرز الفيلم 10 جوائز محلية والدولية، كان أبرزها جائزة أحسن فيلم في المسابقة الفيلم القصير نظمتها جامعة الدول العربية هنا في المغرب بمدينة أصيلة، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان الفيلم القصير والوثائق بالدار البيضاء، وجائزة الكبرى لمهرجان فيلم الهواة بسقاط، وعدة جوائز أخرى. بعدها كانت العودة إلى هواية الصغر وهي التصوير الفوتوغرافي، لكن بوسائل تقنية أكثر تطورا حققت من خلالها شهرة واسعة في أوروبا وأمريكا. طبعا أشرف، آخر يمكن الجوائز اللي حصلت عليها هي وسام الاستحقاق الذهبي بالمعرض الدولي السنوي للفوتوغرافيا هون بسيدني بأستراليا. طبعا أنت حصلت على هذا الوسام عن عمل هو عالمي الصغير، اللي أنت يعني هو عبارة عن صورة لشخصك داخل مصباح كهربائي عم تقرأ كتاب. يا ريت تخبرنا من وين استوحيت هاي الفكرة أو شو بتعني هاي الفكرة؟ نعم، وفي الحقيقة وشخصيا أنا منح الجمهور المغربي خاصة والعربي عامة فرصة تذوق فن جديد، هو فن سوريالي، يعني التصوير السوريالي. الفن السوريالي هو أعتبره فن تصويري رائع لم يعرف في العالم العربي إلا منذ حوالي 10 سنوات تقريبا. أريد أن أوضح من خلال هذا الفن أن للمصور رسالة يرغب بإيصالها عن طريق الصورة، بحيث أعمل وفق خطة لتنفيذ كل عمل بالطريقة التي تعطي الرسالة قوة ووضوح. يعني قبل العمل على كل صورة أستحضر في ذهني مفهوم معين، مثل المفهوم الذي ذكرت قبل قليل، وهو صورة عالم الصغير الذي أظهر فيها نفسي داخل مصباح كهربائي وأقرأ كتابا. يعني هذه العوالم أخلقها لتناسب المفهوم الذي أستحضر مسبقا. هنا يعمل الخيال على تطوير الفكرة التي يمكن تنفيذها بمساعدة برامج خاصة، هي برامج لتركيب الصور، كما أن لكل صورة رسالة مرتبطة بها تؤثر في فكر المتلقي بشكل مباشر. هذا التصوير الغرائبي أو المفاهيم حسب ما يصطلح عليه هو فن نخبوي ورقي جدا ويمثل الحداثة الفنية. أشرف، أنت الفنان العربي الوحيد الذي يحصل على وسام الاستحقاق الذهبي بالمعرض الدولي السنوي في سيدني للفوتوغرافيا، وأنت أيضا أول فنان عربي يهتم بالتصوير السريالي اللي خبرتنا عنه قبل شوي. أصدرت ألبوم أعمال فنية عام 2014 بعنوان داخل أحلامي، فيك تخبرنا شوي عن هذا الألبوم بالتحديد؟ نعم، بالإضافة إلى مشاركتي في المعرض الدولي للفوتوغرافيا، المعرض شهد في دورتي لهذه السنة مشاركة 649 فنانا من 59 دولة، يعني بمجموع 6837 صورة، وأحرزت صورتي عالمي صغير
ويسمى الاستحقاق لهذه السنة. الألبومين عودة إلى الألبوم، ألبوم داخل أحلامي يجمع أو يعرض مجموعة من أعمالي الفوتوغرافية التي عرضت على كبريات مجلات التصوير الفوتوغرافي حول العالم. ويأتي هذا الألبوم ليعزز مكانتي كمصور فوتوغرافي مغربي وعربي ضمن لائحة الفوتوغرافيين العالميين في صنف التصوير السوريالي المفاهيمي. صدر الألبوم في طبعات متعددة هنا داخل المغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ومتوفر على متجر أمازون. أنا أشتغل على أنواع مختلفة من التصوير، مما هو مألوف كتصوير الطبيعة والبورتري إلى الماكرو وغيره، لكن أهتم حاليا أكثر بالتصوير المفاهيمي والتعبيري والسوريالي الخارج عن المألوف والمتعارف عليه. من خلاله يمكن خلق صور تجمع بين النقيضين الحقيقة والخيال، بحيث تمتزجان وتتشكلان في قالب فني واحد يكون مدعاة للغرابة والتساؤل والدهشة. لماذا؟ قد يطرح الجمهور سؤال لماذا؟ لأن الخروج عن المألوف، لأن الخروج عن المألوف يضع الأعمال الفوتوغرافية في مراتب متقدمة ومتميزة ويجعل منها صورا ناجحة. وأود دوما منح الجمهور العربي والمغربي خاصة فرصة تذوق هذا الفن التصوير الرائع الذي لم يعرف في العالم العربي إلا منذ حوالي 10 سنوات كما قلت سابقا، بينما عرف في الغرب منذ 600 من القرن الماضي. أيضا أشرف، في لقاء سابق لحضرتك قلت فيه أن معظم أعمالك الفنية مستوحاة من أحلامك. يا ترى أشرف، هل ترى أن اليوم الفنانين العرب بالفنين التشكيلي والتصويري قادرين يمكن اليوم أن يجسدوا الأحلام العربية أو أحلام الشباب أو أحلام الفنانين، أو يا ترى يمكن الأوضاع المأساوية الطاغية على العالم العربي هي بتنعكس بالأعمال الفنية أيضا؟ فعلا أعتقد يعني بالعودة إلى اختيار أعمالي ضمن 100 فنان عالمي طبقا للمعايير الأكاديمية للموسوعة السنوية الفن العالمي اليوم بألمانيا، يعني هذا الاختيار من موسوعة معترف بها عالميا، اعتراف ضمني بنمو الحس الفني في العالم العربي على الرغم من وعورة الإبداع في ما تشهده يعني المنطقة من عدم استقرار أمني شمل عدد من الدول. وطبعا أشرف، حابة أسألك ما الذي يحضره الآن الفنان أشرف بزناني؟ ما هو جديدك؟ أحضر أشياء جميلة، لأن يعني الجمال مرتبط بالغريزة والعاطفة. أعمل على مجموعة، على سلسلة أعمال جديدة، وأحضر لألبوم جديد اسمه أيام أنا. نعم طبعا سيشمل سلسلة أعمال سوريالية جديدة تصور عوالم خيالية مبتكرة، أبتكر عوالم صغيرة وأضع نفسي داخلها. شكرا كثير كثير لك أشرف، وبالتوفيق بأعمالك القادمة. يا ترى في أي كلمة أخيرة حابب اليوم تقولها للمستمعين العرب هون بأستراليا، اللي أكيد رح يكونوا كثير فخورين بكونك الفنان العربي الوحيد اللي حصلت على وسام الاستحقاق الذهبي بسيدني؟ فعلا أنا جدا سعيد باهتمام راديو SBS في أستراليا، وأجدد شكري لكم كما أجدد شكري لكل المهتمين بالفن التصوير السوريالي الغرائبي. أشكر كل متتبعي صفحتي الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ومتتبعي موقعي على الإنترنت، كما أعدكم بالمزيد من الإبداع والمزيد من الجنون. On radio, online and mobile, you're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Arabic. أنتم تستمعون إلى راديو SBS، البرنامج العربي.